اليوم باش نحضروا مع بعضنا دجاج كنتاكي. حبيت نعطيكم فكرة العشاء خفيف وظريف، ان شاء الله تجربوا الوصفة. نتعدي للمقادير وطريقة التحضير. عسلامة، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كالعادة جيتكم جبت وصفة جديدة. اليوم باش نحضروا مع بعضنا دجاج كنتاكي كما طريقة المطاعم. عندي لهنا خذيت هذوما هكا المفخوضة متاع الدجاج، قصيتهم، وعندي لهنا هذه قارص و 250 مليلتر حليب. نبداو بسم الله. نحط البول متاعي باش نحط فيه كما تشوفوا لهنا الدجاج متاعي مغسول ونظيف. نحط فيه هذيك الخضرة متاع الدجاج هكا، نضيف عليهم الحليب، بسم الله، نضيف عليهم القارص. اللي يحب يضيف عليهم الخل يضيف، لكن انا اكتفيت فقط بالقارص. نحرك الدجاج متاعي هكا، نخليه كامل وسط الخلطة. نغطي عليه ونخليه يرتاح اكثر وقت في الفريجيدير. بالنسبة لي ما عندوش وقت، ينجم يخليه ساعتين، انا عندي وقت ممكن مش نخليه 4 سوايع. طول هنا باش نحضروا مع بعضنا الخلطة اللي باش نحطوا فيها الكنتاكي متاعنا باش نقليوه. خذيت لهنا كمية من الفارينة، الحقيقة خذيتها بالعين هكا من غير ميزان، ما تشوفوا هكا. باش نضيف عليها مغرفتين نشا. الحقيقة الطريقة هذه انا خذيتها من لمسات صنيفة، اقتنت الطريقة متاعها عجبتني، فقلت علاش لا ما نجربهاش معاكم به. ولهنا تخذيت شويه كركم، شويه تبل وكرويه، شويه زعتر كليل، زنجبيل، شويه كمون، شويه فلفل اسود، وشويه فلفل احمر اللي هي البابريكا. نضيف المكونات نتاعي الكل هكا باش نضيف عليهم مغرفه ملح. بتبيع الملح حسب الذوق، هكايا مغرفة ملح. نحرك المكونات الكل مع بعضهم. نبدأ هكا، خليوها على شيرة. توا لهنا هذه الدجاج متاعي بعد ما خرجته من الفريجيدير خليته تقريبا 4 سوايع وهو في الفريجيدير. نبداو بسم الله. شوفوا لهنا كيفاش عملت انا، حضرت بحذايا ماء بلاصون هكا، ما فيه بلاصون هكا، باش ناخذ الدجاج متاعي هكا نخرجو من الحليب ونحطو في البلاصون هكا دوبلاش، نحطو في البلاصون. حطيت الزيت متاعي يسخن، بعدين كنحطو في الخلطة اللي انا عملتها. اوكي، حطيت الزيت متاعي قاعد يسخن،
لهنا حبيت نقولكم اللي يحب مثلا الطبقة مقرمشة والطبقة خشينة دوبل، نغطسو مرتين في المرة الأولى نحطو في الفارينة، بعد نعود نرجعو نحطو مرة أخرى في الماء ونعود نرجعو في الفارينة. توا حطيت الزيت نتاعكم باش نشوفوا لهنا اسكو الزيت سخون ولا لا. الزيت نتاعنا سخون، بسم الله نحطو. لازم يكون عندنا الزيت غزير شويه، حاجه غارقه. بسم الله نحطو هكا. بسم الله هذه هي توا الدجاج نتاعنا غرق، قلبته عشيرة ثانية، شوفو كيفاش قاعد يطيب، واللون نتاعو ذهبي ميتبدلش، بنشا هذاكا اللي عملناه يقعد ديما لونو ذهبي، خليهو يطيب في عقلي. توا هذه الكنتاكي نتاعنا احضر، انا لهنا زدت معاه روز وطاجين، طاجين تونسي. اللي يحب على الوصفه ونحطها في صندوق الوصف عندي موجوده في القناه. وهذه هكا مطرب هكا سلطه، فكره ك معناتها نعطيكم فكره للعشاء. والدجاج الكنتاكي كيف جانا، بسم الله ما شاء الله، شوفوا لهنا شوفوا كيفاش الدجاج نتاعنا جانا يتقرمش وطايب من الداخل، شوفوا هكا. نودكم ونشهيكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. فضلا وليس امرا اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ما تنساوش تحطوا لي جيم اذا عجبكم الفيديو. في وصفه اخرى وبالسلامه.